بابي والله هي اللي خبطتني بالعربيه. هي كل واحده تيجي هنا تقول لي الجملتين دول. يا عم حرام عليك، ايه ده، انت هتدخلني فين يا عم؟ يا عم انا مش عارف ادخل كده، هتحشني يا عم. حد قال لك البسيها يعني؟ محمد ايدك معايا والنبي. محمد بقول لك ايه، احنا عايزين نغفلها انهم قلبينها على سيفا ونزل براس الاول ومش قلبينها على جوه على جوه. ماشي. لا استنى بس يا عم، يا عم يا عم انت ما تدخلنيش يا عم الا على سيفا ومش قلبها ده يا عم. خلاص بقى، انت ما قدامكيش غير حل واحد، تقلعي البتاع ده عشان تدخلي جوه. لا لا لا، ابوس ايدك ابوس ايدك، انا لابسه برتقان على اللحم. طيب بقول لك ايه، يعني انت حاولي بقى ايه تيجي على نفسك شويه كده وتضغطي لغايه ما تخشي. طب والنبي بالراحه يا شريهة. خالتي خالتي بنتي يا شريهة. خالتي عاملة ايه يا حاجة؟ ما ينفعش تقفي تكلميها كده. يو يا اخويا دول كلمتين بس. استنى بس، دي تعليمات الباشا المأمور برضو. طب وماله التعليمات اوام؟ خد يا اخويا عفو. لا لا لا، انا ما بشربش غير اجنبي. اعملي حسابك ان المرة الجاية اكون اجنبي، بس ما تطوليش معاها قوي. ان شاء الله المرة الجاية. ايه يا بنت، ما تمسكي نفسك شوية، اجمدي كده. مش قادره يا خالتي، مش قادره، هموت وادخل الحمام ومش عارفه حتى اقعد من البتاعه دي. سيكي نفسك بس شويه دلوقتي وبلاش تقعدي، خليكي واقفه لحد ما اشوف الضابط ده سكته ايه. لو سمحت بكتب البيل مامور فين. ايه ده استاذ عبد الله؟ ايوه. اوبا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عبد الله؟ الحمد لله. انت مش فاكرني ولا ايه؟ سامحيني الحقيقة. لا أنا صباح. صباح بتاعت المقطم؟ مقطم إيه يا أستاذ عبدالله؟ أنا صباح أخت شادية مرات عبد الحليم. هي شادية اتجوزت عبد الحليم؟ آه صح، في معبود الجماهير. معبود الجماهير إيه بس يا أستاذ عبدالله؟ ما تفوق يا أخويا معايا. عبد الحليم أخوك. عبد الحليم أخويا. ست صباح ازيك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش، ما انت بقالك زمن ما بتسألش، حتى ازيك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش. لا ده كده مش صباح بقى، ده كده جورج وسوف. ها اللي احنا نهارنا ابيض ولا حاجه. ان شاء الله. يو نسيت البيت. شريهان سلمي على عمك يا شريهان. ازيك يا عم؟ ازيك يا شريهان؟ شريهان بنت عبد الحليم اخويا. يا كبرت واتدورت ما شاء الله، فين كانت لمنايه صغننه كده. ايه يا شريهان؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم يا عمي انا مظلومه، في واحده زباله خبطتني بعربيتها، وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز، وهي قاعده فوق حاطه رجلي على رجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني منهم راكبين عربياتي يا استاذ عبد الله؟ طبعا، ما تلاقي ابوها تاجر مخدرات ولا رجل اعمال من اللي بيدفعوا رشوه قد كده. المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبد الله؟ لا ما هو غالبا انا تاجر مخدرات ابو الزباله الواطيه اللي حاطه رجل على رجل فوق، وحسبي الله ونعم الوكيل. لا اخيرنا 10 minutes. انا مش بقدر استحمل الاعزيه دي، بتبقى كئيبه قوي. اصلا مش عارفه بقول ايه دلوقتي، البقيه في حياتك شدي حيلك something like that. ايه يا بنتي الكلام القديم ده، كل الناس بتقول البقاء لله. اوكي اوكي، فين بيكو؟ هي here she is. بيكو حبيبتي البقاء لله. بصي يا حبيبتي حياتك البقاء. بليز اوعي تتضايقي. الحمد لله انا احسن كتير. برافو عليكي، شيلي كل النيجاتيف انرجي اللي حواليكي عشان تريحي روحك وروح مامتك الله يرحمها. كانت تعبانه قوي في الاخر بس الحمد لله استريحت. برافو عليكي، خليكي كده بوزيتيف، حتى لما تفتكريها افتكري لها الحاجات الحلوه. فاكره لما كانت بتيجي توصلك للمدرسه الصبح؟ انت عارفه يا سو كلنا كنا بنيجي بالدرايفرز الا مامة بيكو، كانت بتصمم تسوق في البرد عشان توصلك. سو سويت. فاكره كانت بتدخلنا كلنا كلاسز وبعدين تستنيكي كده عند السور وتشاور لك. اه شي سو كيوت. لا لا كانت فظيعه، انت مش فاهمه العمليه اللي عملتيها. زايده. ايوه زايده. فاكره. لا يا بيكو انت مش فاكره، انت كنتي بينج، انا كنت واقفه معاها بره. انت مش فاهمه الست كانت منهاره. ايوه كانت عماله تقول لنا انتوا عارفين مين اللي جوه؟ بيكو اللي جوه، حته مني اللي جوه.
كان ناقص نجيب لها اوضه جنبك. خلاص خلاص. وخطوبتها انت ازاي نسيتي؟ اوف ازاي نسيت؟ نيلي بليز ستوب ات. خلاص خلاص. لا يا بيكو، ده احلى موقف في العالم. الست كانت خلاص على اخرها في المستشفى وصممت تيجي على عكاكيز عشان تشوفك في القاعه وتعمل لك سربرايز. بس يا خساره، هي مش هتلحق تشوفك وانت عروسه. خلاص بقى، حرام عليكم بقى. يا حرام حرام فعلا. She's not strong enough عشان تستوعب الموقف.